في آخر سورة النحل برضو ربنا بيتكلم عن الدهرة وبيتكلم عن مقابلة السيئة السيئة مثلها دون عدوانها. فبيقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، زي ما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. يبقى هو ده الحكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن في فضل، في حبس، وفي ايه فضل. الحبس ان تعاقب بمثل ما عوقبت به، الفضل ولئن صبرتم لهو خير للصابر. ففي حبس وفي فضل. اللي ياخد بالفضل مين؟ القمم. علشان كده لما قال لنا احنا، قال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.